أول حاجة الحمد لله، يعني المرتبة الثانية مشرفة لنا ومشرفة للدولة الجزائرية، واللي فرحنا بها الشعب الجزائري كامل اللي تبع الكرة الصغيرة. ونشكر الطاقم الطبي والإداري واللاعبين والطاقم الفني، وإن شاء الله ما تكونش هذه يعني الميدالية الأخيرة في البطولة هذه. الحمد لله كنا مركزين في هذه البطولة باش نوصلوا للنهائي، ووصلنا للنهائي وسيينا باش نفوز على المنتخب المصري، والتعب ظهر علينا شوية، وكما يقول لك الحمد لله لا بروشان ان شاء الله تكون الجزائر ان شاء الله. الحاجه اللي كما يقول لك مليحه انه رجعنا كره اليد الجزائريه في الصوره، واعطينا طابع جديد نقدر نقول، خاصه الاجيال القادمه ان شاء الله. ونطلب من السلطات المعنيه انه ما دام عندنا الوقت لكاس العالم يدعموا هذه الكرة الصغيرة، باش إن شاء الله ممكن في المونديال نقدروا بالك نعملوا حاجة، لما لا؟ وربي يوفقنا إن شاء الله، وديما نكونوا رافعوا الراية الوطنية في الأعلى إن شاء الله. بيان سور حاجة تشرف إنه رئيس يهضر على الرياضة هذه، بصح ما نكونوش أنانيين، لازم نهضروا على الرياضات الأخرى تانيك. صح كرة القدم فرحونا 2019، ما فرحوناش المرة هذه، دوماج. احنا كنا بالك في بلاصتهم، مي ان شاء الله تانيك الرياضات الاخرى يعطيهم كل الدعم ان شاء الله، على خاطر الرياضة دوكا راهي هي الواجهة تاع البلد، وهذه هي. ونتمنى نكونوا ان شاء الله فرحنا الشعب الجزائري، على بالنا ما توجناش بالكاس، الحاجة اللي كنا حابينها، درنا اللي علينا، هذاك واش اللي كتب ربي، وان شاء الله في المحافل الاخرى ان شاء الله نديروا ما اكثر ان شاء الله. وهذه بارك الله فيك. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.